توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة. توج الفائزين بمهرجان جائزة سموه للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة تحت شعار لنغرس بسمة. جاء ذلك بحضور ممثل جلالة الملك المفدى لشؤون الأعلام سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير الشؤون الشباب والرياضة وعدد من أصحاب السعادة النواب والوكلاء المساعدين بالوزارة والشخصيات الفنية المختلفة يتقدمهم الفنان البحريني علي الشرقاوي. وبهذه المناسبة أكد سموه أن الجائزة وجدت من أجل أهداف نبيلة وسامية، خصوصا أن المسرح الشبابي هذا العام أكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرة على الإبداع والتميز في جميع المجالات عموما والمجال المسرحي خصوصا. وهنأ سموه جميع الفائزين والمتميزين في المهرجان، معربا عن اعتزازه بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني الذين مثلوا مختلف الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وبممثل ذوي الإعاقة جمعية الصداقة للمكفوفين. وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمشاركة إخوانه من ذوي الإعاقة، مؤكدا سموه أن هذه المشاركة كان لها أبلغ الأثر في إنجاح الحدث وذلك بشهادة الجميع. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود المقدمة من اللجنة العليا المنظمة بقيادة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، مؤكدا أن هذه الجهود المضنية محل تقدير لما لها من دور كبير في الوصول بالجائزة إلى أفضل صورة، مؤكدا سموه أهمية أن يكون الشباب البحريني قد حقق الفائدة الفنية التي تعود بالإيجاب على الحركة المسرحية في البحرين. وبين سموه أن النهوض بالحركة المسرحية البحرينية هو أحياء لتاريخ طويل ممتد لمسيرة النجاح المتواصل للمسرح البحريني. وقال إن طموح الشباب البحريني وإبداعه يحتم علينا تقديم مزيد من الدعم للقطاع الشبابي في مختلف المجالات بما فيها المجالات المسرحية والفنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم جميعا بالخير والرضا والعافية والأمن والأمان اللي يسود ربوع مملكتنا الغالية. أولا وبكل فخر وبكل شرف أقول شكرا شكرا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، يستاهل يستاهل. شكراً على ثقته العالية بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، الله يكثر من أمثالك يا فخر البحرين، قولوا آمين. بما أن في شهر ديسمبر أقول قصيدة وطنية وأقول يا مرحبا بالعيد أهلاً هلا فيه، يا مرحبا بالعيد أهلاً هلا فيه، عيد البلاد وعيد راعي الجلالة، عيد الملك اللي نحبه ونقليه ونبتضي بالأرض أحد بداله، ابن الخليفة جعل ربي يهنيه، قول آمين. ابن الخليفة جعل ربي يهنيه ودرب السعادة وين ما راح فاله، يلا عساها دوم خضراء أراضيه تبقى بمعزة من جنوب الشماله لي الشرف. لي الشرف اني مليكي اهنيه ابن الحمايل من عمامه وخواله، بحرين بحرين لبسي ثوب الافراح لبسيه، دام الخليفه القايدك مع رجاله، دايم ابونا مفرحات مماشيه، راعي الشهامه والكرم والعداله، عز المواطن من كثيرات معطيه، خلاه يحصل ما يدور بخياله، و16 ديسمبر نحبه ونغليه، يا عيد دار نفارقه بالشكاله، وبختام قافيتي بشوقنا وديه للشعبنا وديه شعر وجزاله، للشعبنا وديه شعر وجزاله. وسلامتكم. We'll be right back.
هذا وتفضل سموه خلال الحفل بتكريم الشاعر القدير علي الشرقاوي، وأشار سموه إلى أن التكريم الذي حظي به الشاعر البحريني علي الشرقاوي هو تكريم مستحق لكونه علما من أعلام الثقافة في المملكة ولتاريخه العريق في هذا المجال. كما كرم سموه فئة ذوي الإعاقة الذين ساهموا في إنجاح المهرجان والرعاة الداعمين والفنانين المشاركين في الأوبريت والبلغ عددهم 22 فنانا. كما كرم سموه أيضا لجنة التقييم والتحكيم والقائمين على هذا المهرجان. لا تبنى الثقافة الحقة إلا باحتضان الفكر النير ودعم الطاقات البراقة التي لا ترضى لنفسها سوى العلا منزلا، وهو ما أجج الحماسة على خشبة مسرح نادي مدينة عيسى الثقافي بما قدمته سواعد شباب البحرين المسرحية على مدى أسبوعين من عروض مسرحية متميزة ضمن مهرجان جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمسرح الشبابي والأندية الوطنية وذوي الإعاقة. طبعا في البداية حقيقة أحب أشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس على الشباب والرياضة حقيقة على رعايته واحتضانه لشريحة كبيرة من الشباب الموهوب والحقيقة والمتمكن أيضا في المجال الفني المسرحي. هذا المسرح حقيقة اللي هو يعتبر من أكبر الفنون وأقدمها على الساحة، وهو منبر من منابر الأدب والثقافة والفنون بمختلف أنواعها وأشكالها. بحرين منتي بالحجر داير مدار بثور. فقد شهدت خشبة المسرح هذه منافسات قوية بين الأندية المشاركة على الجوائز القيمة التي تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، تفضل بتقديمها للفائزين الذين اختارتهم لجنة التحكيم المختصة.
أكبر حافز وأكبر مشجع للشباب في كل حقولهم وليس المسرح فحسب هو طبعا سمو الشيخ خالد بن حمد، طبعا صاحب الجائزة الثمينة للمسرح الشبابي بشكل عام. طبعا هذا الداعم الحقيقي والراعي الحقيقي لمثل هذه الجوائز، ينبغي أن يعوا شبابنا أن هذه الجائزة لا تمنح إلا لمن يستحقها على مستوى جهوده، وعلى مستوى أن هذه الجائزة أيضا يعني تؤسس لمدماك حقيقي على أرض هذا الوطن. مستويات عالية قدمها المتنافسون أثارت إعجاب المختصين والجمهور الكبير الذي ملأ القاعة، وذلك نتيجة متابعة نخبة من أساتذة المسرح وكبار الفنانين البحرينيين الذين حرصوا كل الحرص على إنجاح هذا المهرجان. لجنة التحكيم كانت عادلة في توزيع جوائزهم، وجوائز قيمة صراحة، ويستاهلون اللي حصلوا الجوائز، خصوصا المنح صراحة هذه من أفضل الجوائز. هاي دليل على حرص سموه على دعم الشباب. مسرح بحاجة فرص، يعني عط الشباب فرص بتلاقيهم يطلعون لك طاقة ما تتوقعها، وذي المهرجانات حلو انه قاعد يعطي شبابنا فرص. فمن خلال هالمهرجان طلعنا بمخرجين، ممثلين، وايد يعني عناصر. أشكر الشيخ خالد بن حمد على أعطائنا هاي الفرصة إن إحنا نطلع طاقاتنا الإبداعية، وهذا شيء يعني شرف لي إن أنا أطلع الدور ثاني أفضل ممثلة، على إن أنا أول شيء إثبات ذاتي وقدراتي وفخر للجمعية الصداقة للمكفوفين. لنغرس بسمة، شعار استطاعت الجهود الجبارة التي بذلها المنظمون أن تجسده على شفات الحاضرين من جمهور ومشاركين، لا سيما فئة ذوي الإعاقة الذين أكدوا بعزيمة وإصرار أنهم قادرون على اعتلاء الخشبة وإثبات قدراتهم الفنية وحصد الجوائز المتميزة. منافسة فتحت الباب على مصراعيه أمام نخبة من شباب البحرين المبدع الذين قدموا على هذه الخشبة أداء مرموقا حظي بإشادة المختصين ومن اعتبرهم الجمهور نجوم خشبة المسرح البحريني، ولكن هذه المنافسة أيضا تضع على عاتقهم مسؤولية إحداث الفارق الفني على هذه الخشبة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.